زيد تريد إضافة شيء؟ أنا نقول باللي الجالية الجزائرية موجودة في العالم، كاين بلدان ما تهضروش عليهم، في كندا تلقى لاعبين، كاين في ألمانيا تلقاو لاعبين، في كيما يقول لك في بلجيكا، في الدنمارك كاين لاعبين، في إنجلترا، في أورلندا، في إسبانيا، في إيطاليا كاين لاعبين، جالية كبيرة جزائريين ولادهم يلعبوا، ولكن هاد الشيء هذا خدمة المدرب وخدمة الطاقم الفني والناس اللي تخدم دير لا بروسبكسيون باش كما نقول لك نحوسوا على العصافير النادره. اليوم المشكل تاع الجزائر كما يقول لك لادفيرسير تاع الجزائر هو الجزائر. اليوم كاين ان شوا دو جوار مام الشعب ولا يعرف فوتبول، بالك تقول لونترينور وستاف ولا محكم لا فيديراسيون ولا لي ليغ يعرفوا، الناس ما تعرفش، الناس راهي شبان يتبعوا، كاين لاوي يقرا، كاين اللي كل واحد كيفاش كيشوف ان جوار لا بروغريسيون ديالو في المنتخب ولا في الكلوب يشوفوا. بصح سارت مومون احنا نضعفوا الشامبيونة ديالنا وما كاش خدمة، الخدمة ناقصة، غدوة من غدوة يكون عندك ان بروبلم في ان اكسيال تصيب صعوبة بطولة تصرف فيها ملاير ما قدرتش تعطيك مدافع تقضي لك على مشكل الدفاع. انا بور مو ولا حبينا نافونسيو اوني با اوبليجي نستنى الشرقي ولا اوليسي باش يديسيدي باش يجيني يلعب معايا في الجزائر. هاد الاشياء هادو تصرى نهار هذاك اللاعب اللي راهو اجنبي ولا راهو خارج الجزائر هو اللي دوموندي باش يلعب في المنتخب. انا باش نحلل كيما صرات لنا مع بعض اللاعبين وكي جاو ماناش نشوفوا المردود اللي مع الاول كانوا بها، رانا نشوفوا لاعبين راهم نورمال. انا كي نشوف عموره خارج بطوله جزائريه من الميلا راح للصيف مصطيف راح للفريق الوطني وداوه بلجيكا، وبلجيكا ان شاء الله يسيني في لوغانو ومن بعد بلجيكا يروح لالمانيا، نشوف لا بروغريسيون تاع عمورا وسانجن واحد ما ميزه عليه، وبالك يكون برمي لي ميور زاتاكون ان شاء الله من الفيتور. وكي نشوف لاعبين واحد اخرين درنا عليهم الحس وكي جبناهم انا اظن باللي المشكل راهو هنايا عندنا ميدو دونك ما نقدروش نديرو كما يقول لك ندبروا ان اكسيال ولا ان اريير اللي يقدر يكون سيليكسيوني في المنتخب. عندنا اشكال اليوم باش نحوسوا على ان ستوبر ولا ان ليبيرو ولا ان اريير ادروات ولا اغوش وما نقدروش نشوفوه، ما نقدروش نخرجوه بوندون 5 ولا 6 في بلادنا. عندنا اشكال، ماكش راح تجيب نيستا ولا كباريزي ولا كانافارو والدنيا، لازم تدير جوار يكون كاين لو جوار اللي يفي لو ماركاج سور لو برومي افون سونتر تاع لادفيرسير، وعندك لو دوزيام يدير لا كوفرتير ويدير لا بون لونس ويعرف كيفاش يقطع كيما يقول لك وين يكونوا لي بالون. عندك هنايا اليوم شحال من سنوات ميدو وحنا نهضروا توجور على لو ميم بروبليم ولا ما نافونسيوش في هاد لي زاني اليوم جايين. بيتكوفيتش ما يسيبش الحل يكون عندنا مشكل كبير، ماشي سور ان بوستا سور واش قال الامين عنده الحق. توت لا لين ديفونسيف رانا نشوفوا لو ماركاج ما راهوش كيما لازم يتندار، لو جو طرو على ليجير، لا غرينتا ماناش نشوفوها. انا كي نشوف ايت نوري بلو نيفو ديالو في وولفرهامبتون وكي نشوف لي دو ماتش تاع لاغيني مع لو ديرني ماتش جو بونس بلي سي با ان ايت نوري اللي نعرفو. ايت نوري سي بارمي لي ميور جوار اللي عندنا. صح اسمح لي فيه. ايت نوري سي با ان لاتيرال كور سي ان بيستون غوش، هذاك يلعب في اون ديفونس ا 3. العام اللي فات كي كان في وولفرهامبتون وجا بيليغريني لونترينور اسبانيول لقاه كان حيطو في البون ومن بعد بوزاو له لا كيسيون قالوا له علاش تبريفيري بوينو لاسبانيول وما تلعبش ايت نوري بورتون عنده لي كواليتي تكنيك قادر يمد لك ان بلوس. قال لهم انا نلعب اون ديفونس ا 4، ايت نوري ما يقدرش يلعب في اون ديفونس ا 4، الا طلع ما يوليش ولا قعد ما يطلعش، ما عندوش لي روبير تاع لاتيرال غوش. لو كان تعاودوا لي الكوب دافريك اللي فاتت جوز ان كوب دافريك كاتاستروفيك وي ما البيناتي اللي دارها وتشوف بزاف لي زاكسيون يلعبوا له في ظهره وانغولا لعبوا له في ظهره، دونك تفيق بهذا لو جوار ما عندوش لي روبير كوم لاتيرال غوش. مي كاين اون شوز انا اوتون كونسيان جوار انا ماركيها في جوار، انا نهضر لك على كيما يقول لك لو سيريو في اللعب باش نروحو ندريبلي وندير لي راتو ولي طالونات وما نوليش في لا زون ديالي، ما تدخلها ليش لو بلون تاكتيك. انا يعني انا بيستون ماشي لاخر ميم لي ايطاليان يلعبوا 20 سنه خويا لازم تطور نفسك. عطال كي يكون في لو ميور نيفو ديالو نقولوا بلي اي لي بون، نهار يجوز اكوتي نقولوا بصح واحد اللي يلعب اكوتي بيستون ولا سور كيما نقول لك لو كولوار
كونت اون جو سامبل نديرو لي زابيل تاعنا ونديرو لي سونتر ونتهاونو باسكو ايت نوري انا نشوفو في الشامبيون تاع لانجلتير لو جو لي في الصديم ولا في لو جو يدير دو غرو ماتش بصح نشوفو في المنتخب سي با لو ميم جوار بالك بالك اون دي كوز اون دي كوز بار احنا احنا اون الجيري ما عندناش لو سيستم تاع لو تروا ما نلعبوش بتروا زاكسيو بيتيت تكون سوليسيون لافينير مي هادي دارها دارها داني سعدان دارها سعدان وما شفتها سي با لا ميم كاليتي فوزي تاع لي جوار اللي كانت مع سعدان اللي راهي دوكا اليوم لما تشوف المنتخب الوطني انا صراحه مادام فتحنا باب على عجاله لما نشوف المنتخب الوطني الحالي مع فلاديمير بيتكوفيتش بيتكوفيتش في منتخب سويسرا كان يلعب ثلاث محوريين دو بيفو دو بيستون دو مونور ان اتاكون دو بوينت هكذا يعني ثلاث تقريبا 3 4 2 1 لما جاء المنتخب الوطني وسط كل هذه المشاكل الدفاعيه بعد اربع مباريات ان لم تستطع ايجاد الحل بمدافعين عليك اللجوء الى ثلاث مدافعين في الحل بوتاتر يكون هذا ربما تكون يكون هذا هو الحل هذا اولا ثانيا ممكن انه يعطيك قوه اضافيه لانك ستستغل قوه عطالو ايت نوري على الرواقين في يلعبوا كوم دي بيستون واحد ادروات واحد اغوش حتى التغطيه موجوده بوجود ثلاث محوريين وموجود تقريبا لاعبين اثنين دو ميليو تيرا واحد فيهم سيرمو يكون فري ريكيبيراتور اكسيال والاخر بوتاتري يلعب لو بوكس تو بوكس هنا يعني على الاقل في كل لحظه ممكن عندك اربع لاعبين في التغطيه ثلاثه في المحور وفوقهم لاعب رقم وسط ميدان دفاعي محوري هنا تقدر تشتغل ايت نوري حتى ما يوليش ما بانوش لي لاكين لكن ان نبقى نلعب تقريبا بنفس الطريقه لا اسامه ممكن نبقاو نلعبوا راح نبقاو نعانيوا من نفس المشاكل ما دام اون با اونكور تروفي لابير اللي تلعب في محور الدفاع واللي تعطيك الضمان خاصه في ظل انه حتى حارس المرمى في الخلف ما يعطيش ضمان يعني مشاكل كبيره تشوف مباريات المنتخب وانت شايط قلبك كما يقول انا جو بونس مام في الفلاشون اللي فاتت بوغرا لعب ثلاثه عبد اللاوي كداد وبلعيد فوالا اكزاكتومون دونك انا جو بونس كاين دي جوار اللي قادرين يلعبوا في اون ديفونس ا 3 ذكرت كيما انت عبد اللاوي عندك مداني عندك بلعيد هادو هما كامل كداد هادو كامل لعبوا ديجا في اون ديفونس ا 3 دونك عندك دي جوار كيما ايت نوري وعطال لي لا فورس تاعهم كيكونوا جايين من البعيد باسكو ديما تحطهم كوم دي زيك سونطري ولا دي زيلي كيما يقولوا مش راح يمدوا لك ان بلوس باسكو لا فورس تاعهم كيكونوا جايين من البعيد وزيد عندنا دي زيلي تاعنا ما يديروش لو طرافاي ديفونسيف كيما كنا نشوفوا لي ماتش اللي فاتوا براتيكمون محرز ما يديرش لو طرافاي تاعو في لو كولوار مع عطال حنا نقولوا عطال عيان يجوزوا له وكذا كيما نهضروا مي لو كان تعاود تشوف سو لو بلون تاكتيك تشوف بلي اشاك فوا يكون دائما تكون عليه زياده العدديه نعم بصح لا دونسيتي لا دونسيتي كي نكونوا كيما نقول لك في اون ديفونس لازم 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 الكل يدافع تقوليش اليوم انت يا بيستون ولا عطال ولا ايت نوري اسمع يخسروا حدا رانا نشوفوا لي زيكيب عالميين يلعبوا لو 3 4 3 بصح على ديفونس تسيبها لو 5 4 1 يعاودوا يوليو جو سوي داكور طون سون طون ما توليش باسكو عندك اون اسيورونس مي تو دوا ريفونير تكون واش تكون باسكو انت كي تشوف انت الاسبان ولا الالمان ولا لا فرونس لي باش تجوز لازم لك صعوبه باسكو كاع يديفونديو من داك في بي جي مبابي ما كانش يديفوندي صرا الحس ونادو دائما يهضروا ويحصلوا توجور في لي زونترينور كيفاش مبابي ما يوليش مالغري سي لو ميور اتاكون دو موند تعاود تولي باسكو sur une erreur pendant tout un match. Tant qu'ici, il y a une erreur. Ok, d'accord.